الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة البينة، سورة البرية، هذا مغاية بدن بين لو يقانا سورة البينة هي مركي مشهور بتاعنا سورة لم يكن. سورة تنوى مدنية قولك راجح أهو وأهل العلم وبديهين وصور في كسود النبي عليه الصلاة والسلام مركو مدينة أسوه جرودي كذب سورة دان وحكشة كيدون تا إن إلهي سبحانه وتعالى وصدر الدور النبي محمد عليه الصلاة والسلام ذاتك كون كان جوغان أي وقف سمي الدونان كو إساق الراعة يكو إساق بيهنية أخيرا في النهاية نوحى لكم أرنتكم بيشبه دونتا كو الراعينا إن إلهي سبحانه وتعالى وجنة دي سقيو كو يكو قالوا بنا ونار تقيو وأن انت كليها تقفك من آدم كابا إله سبحانه وتعالى كو أطوى صدوة يعابد متقى أن السيد يعابد يسد رسول باب كو صدريا كو شيغيا السيد أدي عابد يسد عبادة دي ده الكلام بالغة سوى قلان ميل كلام مي كدي من أمرك وحكرت مي هداد رسولك إساق أمر كيس أقادتنا هدوان اللي بانتي آخر يدوم هداد خلافتنا واد هلاك سنتي آخر يدوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله مقع عيسانك بالله بيا الله الرحمن نحريس تبضان كسفيسنا نحريس بضان يكسفيسنيا وخلائق دون عميم تقال يا مسلم يا حيوانات كلهم مخلوقات كلهم عميم ميسا ومرك الدين للجوغوغو آخرة الدين لا تقنا مسلمين تقوم بخاص كمقرن يفسا لإلهي مرك استوى الرحمن وكوسي في سنية آخرة الدين الرحيم اللي هي نحريس بضن كوسي في سنية نحرس بدن مقعيس نواهي وقوس كجر يا الرحمن وانا مقع وانا الصف لبدي ومركة وكجر تاميش مركة الله نحرس بدن والرحيم نحرس بدن وحي خاص قطهاي ذاتك مسلمين تاهي آخرية الدم ومن انتخار خاص قطه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة آيات دان وحي راهدين أهل العلم قار كمده وآيات دا أغلبك بادن إلا تفسيري أما وحال ليك رأيات أغلبك بادن تفسير كود آيات كمده وي فلما دا قار كود وحي راهدين وابا آيات دا أغلبك بادن مركا واحد تفسيريني مركا ديقا سفع على الوفرة أنا قصة مالي متكي كوفا سيرتو ونو سهلا يسي سهلا كمارا كرنا هو محي حلنا هيو لم يكن الذين كوي ما أهاني كفروا قالوا بي ومن أهل الكتاب كو كتاب كأهل كواه ويهودي النصارى يو المشركين كو أصنام تعابدة وأيه وح كتب أنهر اللوغس يدجنين كواس يكوان با ما أني أهانين منفكين كو كزولية إن باطل كسغيهين كزول ما يان حتى تأتيهم إلى كواس واتماده البينة حج عد إلى واتماده البينة مرك الله هذا يو حير هذا البينة وحل إلى هذا وحل الله الحق لو جاره أي بينة إلى هذا ما يبين به الحق ومن كل شيء لكن النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي دي وحلا سكو قبصدو قفك شاقانا يا وحا كان السبو إنو ليه هاي ووحا كان السبو إسحجينا يا هاي وإنو كان صدا بيينة بيينة مركوا أمحي ووحا عدينا يا إنو أرنت حق وحا كان السبو إسكي ليه هاي سلقو قارو حق إساقا هاي حكم كعدل إقا هاي يعني كحاكم كوحكم لها مركوا حلا لوحي حق لقو قارو أيا بيينة اللي هذا مركوا وحو جعت مركوا ووحد هل ما دهو هدو ليه ما هو أيو
qofka kale ku ana lagu wareejinaya oo dhaaranaya. Marka ala kulli xaal mas'aladaas mas'ala u baahan way hadda meesha la marayo iyo qaadiga u taalla hadda adinka idinma taalla taas hadda oo mana taalla naga laakiin albayinaan ka rabay. Marka tafsiirkaasi waa midka culimmada Soomaali u badan tahay gaalada tan oo weliba gaal marka la yiri baa haddana lasii caddeeyey oo minta tan waxaa la bayaaniya la yidhaahdaa lam yakun iladiina kuwii ma ahaanin kafaruu gaaloobay oo min ahli lkitaab min ahli kitaabi ah ahlu kitaabkii ahaa kitaabka kuwii ehelka u ahaa ah iyo walmushrikiina kuwii mushrikiinta ahaa ee asnaamta caabudi jiray ah oo wax kitaab ah lagu soo dejiyey. Ahlu kitaab haddii marka saas loo yidhaahdo yahuud iyo nasaaro ayaa laga wadaa oo iyaga ilaahi subxaanahu watacaala kitaab kusoo dejiyey oo niman kale yahuuddana ilaahi subxaanahu watacaala kitaabka towraad oo nabiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam lasoo siiyey bay iska lahaayeen. Nimanka nasaaraduna kitaabka la yidhaha injiil oo nabi ciise calayhi salaatu wasalaam bay iyaguna loosoo sheeg dhiibe wey oo loo soo diray ahlu kitaab marka qolooyinkaasaa la yidhahda iyo walmushrikiina kuwa mushrikiinta ahlu kitaabka aan ahayn oo carabtii jaahiliyada aheyd oo nebigu calayhi salaatu wasalaam qoomkiisii laga soo saaray ay kow ka yihiin labadaas qoloba ma ahaanayaan munfakiina kuwa ka zuulaya inay baatil ku sugan yihiin xataa ta'tiyahum albayina ilaa bayina ay u timaado xujo cad ay u timaado oo xujo cad maxaa laga wadaa waa ilaa xujada iyaga lagu oogo oo wixii xagga rabbi ka yimid u yimaado oo bayina cad ah oo ku tusinaysa waxa uu xaqu yahay ku tusin doonta nimankan waxa ay ku sugan yihiin ahlu kitaabka xilligaa joogay iyo mushrikiinta xilligaa joogay oo labaduba isla qumanaa oo qolo kasta dhihi jira annagu diinta nabi ibraahim baan haysanaa waxay caddaan doontaa ay ogaan doonaan inaysan maa kaana ibraahim yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana muslima walaakin xaniifa muslima wamaa kaana min almushrikiin. Ahlu kitaabna ma ahayn kuwa xilligaa joogay, yahuudna ma ahayn, nasraanana ma ahayn, mushrikiinna ma ahayn. Waxaad ku sugantihiinna baadil buu noqonayaa, baadilkaasna ka zuuli maysaan ilaa idin timaada bayine cad rasuulun rasuul idin yimaado oo markaas laga bedelo. Ama bayinadaasi hiya rasuulun wey, laakiin rasuul laga bedelaa fican baa leh. Xataa ta'tiyahum ilaa ay u timaado albayinatu xujacad bayina ilaa ay u timaado rasuulun rasuul ilaa uga yimaado. Rasuul asalku waa maxay? Waa faculun bimacnaa mafcuul wey, waa mid la soo diray, yaa soo diraya Allah caza wajal. Waxay dhihi nakiradaasi waxaa loo isticmaala nakira oo rasuulun loo yiri. Nakirada naftirkeeda waxay leedahay mugta marna waxay ku tusaa weyneyn iyo tacdiimin sheyga la weyneynayo in la nakirayo oo qaabka loo cabiro. Mar kalena macaani kale waxay watali lidkeed ah. Marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu rasuul alla yahayo kelimada rasuul keliya ayaa ku filan lahayn, laakiin maadaama rasuula dhihi karo cid kastee qof soo dirsato oo rasuulu rasuulillaahi baa layihi salaa slam rasuulku cidduu soo dirsado, anigu hadda qofkan kuu soo diro waa rasuulkaygi wey, waa qofkan aan kuu soo diray wey. Marka rasuul marka la yidhi oo intaa weyneyna loo nakireeyey oo xagga rabbi laga soo diray intaa ku filaalaa haddana waa lagu sii caddeeyey rasuulkaasoo min allaahi alla xaggiisa ka ahaa oo xagga rabbi laga soo diray min allaahi alla xaggiisa laga soo diray rasuulkaasoo yatluu akhrinaya suxufan waraaqa ayuu akhrinayaa waraaqahaasoo mudaharatan waraaqa la dahiray oo waxa laala wixii awsaakh oo dhan xumaan oo dhan laga dahiray wey xumaantaa laga dahiray waxa lagu wadaa iyaga dhan baa waxay xambaarsan yihiin waxooda khayr ah wey sida lasii tafsiiri doono. Tafsiirkaasi marka culimmada qaar baa ku tegay, waana midka soomaalidu hadda annagu aanu ku tafsiirna wey. Tafsiir kalaa jira oo ibnu jariir aلطabri imaam اlmufasiriin uu rajaxayo, isagu wuxuu leeyahayo kelimadan munfakado horta waa min alinfikaak wey, infakad oo zaalad ahayd culimmada qaarkood ku fasireen si aanu ku fasirnay ma ahan buu leeyahy. Wafin culimmo badan baana warkaas ku tegay. Infikaaku waa wax kala fuqayo wey, wax kala baxayo. Marka maxay noqonaysaa macnaheedu?
لم يكن الذين كوا إيمان أهان كفروا قالوا بي ومن أهل الكتاب أهل الكتاب كأه كو كتاب أهل كوا يهود النصارى يوم المشركين كوا مشركين تأه وأصنام تعابد جري لا بداس قالوا ما أنا أهان منفكين كوا لجتجي عفوا تاسوا حصودا كاسوا شيخ وسام تيمية يعني كل إله مدير طبري منفكين كوا إسخلاف يما أهانو أو قاركود قارك لك أي فكاكي أنا كوا كلا بحيو إسخلاف يما أهانو في هذا الكاسية أو نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه حق يهيو أو نبي الصبيح الدونة إنه حق يهيو كل جود واعتقاد سنين وأنا كسرناين ما أنا أنا إسخو خلاف سنين أو يهودي النصارى أو نبي محمد عليه الصلاة والسلام صفات كيس أكتر أجيلي هو أنا جنري يهود إله يعرفونه كما يعرفون أبنائه المهود السيد ويقانان أو كلا بين نبي ويقان عليه الصلاة والسلام مركا مركا هرواق هر وكانوا يستفتحون على الذين كفروا من قبل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به واقي هر عرفت لجوكتي وأنصارت مركا دمان نقطي وأوصي غزر له أي كهن ددي جيران ما أنت ونبي محمد ونبي صبح محمد هي مايل نبي بصبح الدونة لكتبت ذكية لا ما أنت صبح نبي قاس بن رومينا عليه الصلاة والسلام كذبنا قتل عاد وإرم بين لا يدونا سير هذا عادي سير هذا بس بين لا يدونا هو رسول ك نقول رومين رسول ك أي سأر رومي سنين مرك أو يمد أي رسول كبيني بل فلما جاءهم ما عرفوا به ما عرف كفروا به مرك وحين مرك أي مرك أي قانين وصفات كيس أي هستان والنبي عليه الصلاة والسلام مرك أوي منه وأكون قالوا بمون مرك أني من كاسي أهل الكتاب كاهي علماء عدة هاي وأني من كان مشركين تانا يقع علماء أها سيادرت ذو حل مرك كلاد عجرا إن النبي صابح الدان وكو هذا وعنا الشهادة وكو هنددي مرك النبي صابح الدان مرك ولا سوا فخصنا صوم منها مرك لم يكن الذين كوي ما أنا هاي كفروا قالوا بي ومن أهل الكتاب والمشركين كواس ما أنا أهين منفكين كوا إسخلافي ما أنا أهين أو كلا تجي متفرغين كوا كلا تجي أو كلا جؤي أو إسر أنا إسخلافي وقارن مركز من النبي الرومي عليه الصلاة والسلام قارن أي بينيوي كوا مركز إسخلافي ما أنا أهين أنت النبي الإمامي عليه الصلاة والسلام حتى تأتيهم إلى أقتمد البينة حجدي لا أقوى ما نيس حجد ما ته رسول رسول إلى أقيم رسول كاسوا من الله يطلو صحفا مظهر مالك رسول كأقيم أي إسخلافين وين أنت كه رئيسي ما أنا هيك هو إسكو خلاف سن النبي النبي الصلاة صار الدون صفات في صفات كيسنا أكتود أقيم الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقانه مالك صفات كالنبي عليه الصلاة والسلام أو نبي موسى عليه السلام هو واشيء صفات كيس نبي إبراهيم نبي عيسى واشيء صفات كيس وأنا كل بالشارع ومبشرنا بالرسول يأتي من بعدي اسمه أحمد مركو هو فخ صنايع مركور ما إنكري إلى النبي مركو عليه السلام بيكلب حنا إسخلافين وين تفسير كاس وحر رجحي من كل يراه ابن جرير الطبري إمام المفسرين وين برجحي ساس بانكو تغيا بولي أو يقولوا يمركم حالة قدول من انفكاك الشيء أحدهما من الآخر مركان كلا بحبا لقوة ذا بولي لم يكونوا مفترقين للمفترقين في أمر محمد صلى الله عليه وسلم حتى تأتيهم البينة أو هي إرسال الله عز وجل إياه رسولا إلى خلقهم صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية أساق نفتر كيس قول كله رجحية مركو أقواشان وشيك شيكي وحولي هاي أنا ومت كلام كنت جيه هو محي لم يكونوا لم يكن الذين كوي ما أنا أهان كفروا قالوا بي ومن أهل الكتاب أهل الكتاب ككمده أو الكتاب كأهي يقول مشركين مشركين تي وحويان كمده ما أنا كواسي ما أنا أهان منفكين أي متروكين كولا قت جيه أو بعد ذا أي كسرينهين يبعض الكاس اللي قت جي ماي
حتى تأتيهم إلى اغتماض البينة، إلى حتى تأتيهم إلى إيمان البينة حجدي عدد رسول رسول إيماني ومحلبه دابوي معناه ذو حوي. أيحسب الإنسان أن يترك سدا كواسي يعني أم الإنسان اللي قد تقيوا حجة اللي قدونا حجة هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام بن غني سامي. بلك على كل حال تفسير كاس سدح هذا تفسير علماء غرب قول الرجح ذي أنا الصومالي علماء النهور وحن كرب حال نوعي هذا من داسه كزول ما ينع لم يكن الذين لكن سدح هذا بواسعون إيسا مركوب قرآن كريم كاهي كن فصاح حديث أم زيادة نيسا ما دام هذا يكون تغين علماء وين وحويا أجلعه مت كستاب والتفاصيل تاس مت مت كنت غي اسمه ديدنا إن شاء الله تعالى اسمه ديدنا مكون حتى تأتيهم إلى اغتماد البينة حجدي عدل إلى اغتماد رسول رسول إلى ويماد بدل بالي له رسول كاسو من الله الحق سكأهاني والحق سك إيماني لقصو دريا رسول كاسو يتلو آخرينيا صحفا وراقع يؤخرينيا ورقها مطهرة ورقه حويا للظهيرة هذا حين علمته أرتكوا ورقها نفس الكود اللي ما أخري ما كل ليه أيق الآخر ما يوحى كويا للآخرية لكن هو اللغز كفصيح ورقها الآخرين يوحى كويا للآخرية وأقول عندك استفهام كرت هذا نوح غريبة صو هذا اللي ما ليه كارم نبقى عليه الصلاة والسلام ورقة من ويا لا وحكي آخر ما يصير جر لأنه يقول سيدي السلام وحوهي ما بأخري قانا محمد سأخرج أغرب صلى الله عليه وسلم وحنا مقول جري هذا هو أساس يقول يا نبي عليه الصلاة والسلام وحل القرآن ما أقوني وحنا مقول يقوني وحنا ما أخري أقوني أمي سيدي هو يذكر رشاء إلهي سبحانه كسب فيه وهذا النبي الأمي الأمي أكبر أمي هذا أغرب هذا الكاسي مركة أديك أنكويرا أمي باتهايو هذه عيب كوته يا عيب لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أمام بعطه الإله من كل يهيو وما تتلو هين وما كنت إجمع وما إجمع يا وما تتلو من قبله من كتاب وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المفضلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالم إلهي مركو حليه أيوه وما كنت تتلو من قبله من كتاب كتاب كان لغوسو ليبرتيس أحد حقري ما هذا ما رأي ولا تخطه بيمينك ما رأي هذا قرر جري هذا ننوح حقري أضهان لهي ننوح قرن أضهان لهي شكك أي كاد كاقبانه وأه إن هذا كتبهر الوس صغري وقال إن هي إلا أساطير الأولين اكتتبها إنه مكتب فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وبنت هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما قرأ إحنا ما أخر أركب حال يجري هدي أنا حقر لهذا وحنا هذا آخر لهذا شك إن من كاس أي قبان أي مش إمام لهو ولا جاش شكلها لكن أضو حنا قري وحنا آخر أقواني بان النبي عليه الصلاة والسلام وحي بكوس يدك حتى وحي لنا في ريا هشيس كحدبي وتقانا النبي عليه الصلاة والسلام علي قريري وعلي وحي الموقتة هشيس كان وحا كو هشيي نبي محمد عليه الصلاة والسلام رسولك إلهي كاسي إلى هذين حداث رسول أنه رسولك اعتراف سنهي تقال كاسمة ودعنبا ترتر بينهم كلمة رسولك رسول الله الكاسم النبي كويل عليه الصلاة والسلام علي وترتر كاسي رسولك الله أنه ترتر ماي ما الله رسول ترتر يا محمد يليا مرك أمر جدا ما هن هو كرامين يو نبي محمد عليه الصلاة والسلام وينين وينين يو رضي الله عنه وارضاه مرك النبي عليه الصلاة والسلام استغى مرك حويري بس أنا ترتريه كلمة رسول الله يتوس كلمة إيش أنا ترتريه رسولك حاس قرقرن مدي رسولك تاي من الله كطال بيغان صلى الله عليه وسلم مرك ده رسولك مرك وحاخرين تاس بحلقة وضع وحلقة وضعه النبي عليه الصلاة آيات بوأخرنيه آياتك إياك أهنفت الكوذان هذي الصحف نغضان هذي كتب نغضان أساس الله أخر الضونوي ونبي عليه الصلاة والسلام مصحف كلمة ليلة نبي هرقو الشيقي وقفك مصحف مثلا وقفتوك له حلقي سنة مصحف مجري
مصحف مو بجي نبي عليه صلى الله عليه وسلم حل جيسي وحوي دتك ودي جري آيات كان دي يرني كلي هلا قر وح كان يا القر آيات كان كلي القرية مركز سائل نتك كان دور آيات بأقرا كاس دور آيات بأقرا مركز دم بأبو بكر حل جيسي الله بالله بي أرورنتا حل جو عثمان قبل سوق بالجبي رضي الله عنهم جميعا مركز حل علوس مدي ده مركز أساسه يتلو رسول كاسو من الله الحقي سلقى صدري رسول كاسو يتلو أخرنية صحفا وراقا أي أخرنية وراقا سو مظهرة وراقا لطهري أو حمار نبالك الطهري حمار نبالك الطهري مركا وراقا بارت الوجود تسجيجي مركا ساوري بها الدن وحا الويل فيها وراقا سي صحف تا نحذو دوحا كد حجرة وكد حسوغا كتب وحيابا لقري معلومات لقري كتب حينها هو جمع كتاب كتاب هذا هو فعال بمعنى مفعول وي أي مكتوب وي مركوا محمد فيها وحاك نحسوا صحف تاس نحدو دي وراقها سي كتب آيات لقريبا كسوا كتب أحكام لقريبا كسوا كتب أخبار فربضان أو كتاب كوريدين تطنع قرانا أي كسوا مركوا وحل القريبة كسو غنو دين تونا وقرنا بحسو غمر كوي كتب تاسو قيمة كتب تاسنام بدن يعني علمات كلمة دان قيمة لابا معنى حبار سدده ايادنا واتاسنام بدن تاي ووحا كويا لو نمبا ودا تاسن ودان ودا عدالة ولها مستقيمة عادلة لابا سكدر علمات وكلمات تاسن ودان ودا عدل اهو كو مر هذا إذا توصلت معناه هذا نحوي ضدك قاتل هذا التوسينيسة مارك جرتي المياه الظهور ظاهر في نفسه مظاهر لغير ليلا وكتب أحكام لقري آيات لقري أخبار هي معلومات حق ربي كيمة أو قرن كتب تاسو قيمة توصنام بدن أو أيضا توصن ضدك التوسيسة وعي انت اسمرك مركه للشهري فإليه حليها مركه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءت بينه حين علماء قاركود حير هذين الى قيب تاس هره ددك النبي الرومي عليه الصلاه والسلام باشارته وحقول كاشارتي وددكاس وحا ليهي ددك باد الباد كسوغنتين الى حق اسن كده يمادو اد قادتان قفكي قاطا ايا مركه كلي باني قف كان قادنا هدوا كان علموا قرح المية آيادة تنياد أهي وحي أيديسا علماء دي حد فراها بنور كود أها النبي عليه الصلاة والسلام حق أولي يمد إنا أنا إسكو خلافي أساق نفتر كيسا مرك أولي يمد إنا أنا إسكو خلافي إلا مرك حق عضاد ماه بينا دي لسوقي مرك يتمد والنبي عليه الصلاة والسلام بإسخلافين لكن حي راه دي مرك يهود يا أهل كتاب كأينا طبيعة عدنا وأهل horna wuxuu sameey jireen waa sax hadda laakiin midan waxa laga wadaa markii bayiinadii la sugayay oo la wixiray in markay timaado xaq uu kaas u noqon doono qofkii qaatana xaq uu ku taagnaa doono hadii kale inad baadil ku sugantii ka suulmaysan bayiinadii oo rasuulka hadana sallallahu alayhi wasallam oo kutubtaas u ta markii uu yimid dadkii markaa saan baad dhacday nimanka ahlu kitaabki يا مشركين تي وركان لوس وشيري حيث ما يبر في المركون إلى وحولي هايو وما تفرق الذين كوي ما أني كلتجين أو اسماني خلافين وطول كتاب كتابك كوي لسي الذين كوي وطول لسفيرة وما تفرق ما أني كلتجين الذين كوي وطول لسي الكتاب كتابك لسي كواسي ما أني كلتجين اسم خلافين ومحل وضع قارب النبي محمد رومي عليه الصلاة والسلام قار نواب بيني ساس فكو كلا تجا اسمك جورمو يمد ما أنا عن كلا تجا إلا من بعد ما جاءتهم مركي أتمد كذب ما هي البينة حجدي عديد ورسولك النبي محمد عليه الصلاة والسلام رسول من الله مركي النبي محمد هو يمد أي خلاف كبرون كبرون تاسو أمد مد الله ما نتبع عدو ليه هنا ولي قد بأهل كتابكم طيب عادوا حيول هان جرين ولي بني من كان كوز علمي قبضا ويهود أي دائما وأبدا مركز إلى وسع العليا
وما اختلف إلا بعد ما جاءت ما اختلف إلا بعد ما جاءهم العلم. دائما علمي ويمد وكتبت أي أخريان وعلماء أي نقضين أيوه وحي قارنا هم بيس خلاف الجرى وقارن حق قال الجري قارن بين الجر ولا يكون بينا وعقيهن إن حق ويا وحي كتجيان لكن وهم حي شهوة ذو ذئيو هو ذو ذي راعي الجلون طبعا عد النوع عاصر مرك أهل الكتاب كذا ما يشجون لو قرر يا طبعا عد النوع عاصر بين النبي محمد أولي من عليه الصلاة والسلام مرك حق اللي من عضاء يستجو حقه واعتقاد سنين وهذا أجيهن أحد كحق أي ويعرفونه كما يعرفون أبنائهم إن وطن حق أي تأجيهن هذا هو إسخلافين بإلهي وقرنوا رميين قرنوا بينيين مركب بينا داس ورسولك أتمن عليه الصلاة والسلام وما تفرق الذين كوي ما أنا إسخلافين وما أنا كلتقين وما تفرق الذين كوي ما أنا تفرقين وما أنا كلتقين أوتوا لسي الكتاب كتاب كلسي ويهودي نصارى القوضاء إلا من بعد ما جاءت مركب أتمن تكدمها البينة حجدي عدد ورسولك عليه الصلاة والسلام مركب ماذا من بعد ما كجرتاه ومصدرية الليلة أي من بعد مجيئهم البينة وي مركب أتمن بينة وي وما أمروا لنا لما أمرنا أو لما أمرنا وي أي ساس بيب عنها سمين وي والحال ما أمروا أن لأمرهم إلا ليعبدوا إن عابدان ما ها الله الله إن عابدان ما ها كليس مخلصين أيقو أبرح تري أسافي لي له الله عز وجل الدين الدين تي كل قد أسافي لي هو حلال حي دين تفرت وطن كليس أمر كيس كو قادان ياوي سوم بي وحويا أما الدين اللي طاعة رب هل علماء الدين كأسر كحنوا طاعة أحويا قف وقف كلا أطيعه وعنا احترامه هذا الدين كما كحوي إلهي طاعدي لا أضيعي إساقا إني أخالص يلان أعدك الآن لأدي عنبا إلهي سبحانه وتعالى أمر كابحي حنفاء حال أيهين كو الديمه بعض الكور لنك اللي حني والدين تحقق هذا اللي حني حنفاء كلمة اللي لاد حنيف كاللي لاد فلان وما كان حنيفا وما كان من المشكين حنيفا كلمة داسو هل معنى التوصن مله معنى بربي لاده خير الله سيجزاه الله خيرا كتاب كان جلالين كالوضع الشيخ قرطيو أي وحي كسو كوبان حنفاء أي مستقيما حنف مستقيم حنيفا أي مستقيما نتوصا ويكسو كوبان لكن وحي نعلمه كلمة انت سوى كوينتا أور بروي حنفاء حال أيهن كروح الله لوحي باطل أو تن كلي حني أو حقي أولي حني أحوين شركي بكلي حني توحيدك أولي حني بنتي بك الله حنيا رنتي الله حنيا الظلم بك الله حنيا عدل الله حنيا وحوي شددي ان حارس دريك الله حنيا حارس الله حنيا خيرك يا رب حق اسادين شرتنا وكل حنيا واساسه مرك باختصار والدين تدمو وحلال وحي بعض الهضم بك الله حنيا اي كسو تغيان وحين سو اادين الحق هو ابن حنيف معنا واساسه وما امروا والحال ما امروا ان امرهم الا ليعبدوا الله الا اني عابدا ما مخلصين أيه وخالص يلي وأسافي يلي له استجاء الدين الدين تأسافي يلي أو الدين طاعة أسافي يلي أم الدين عبادة أسافي يلي حنفاء حال أيهين هذانا أن مرك إله عابد سبحانه وتعالى حال أيهين قو بعض الكل الله حني وحق الله حني وحق أمانه إيه ويقيمو إني أوجان بالأمر الصلاة الصلاة دين أوجان ما وح كلام أمره إن الصلاة دي أوجان أو صلاة دي توسيان كلمة أقام هو توسال إلى هذا يا فوجد هين فوجد هين فيها جدار يريد أن ينقض هين فأقام ألا فأقام أقام الصلاة أنا صلاة دي توسيان صلاة دين كان على مرة عتان كذا مركب عن غنى وحنا 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 نبي محمد عليه الصلاة والسلام قاب أدوك كذي هذا أدوك صلاة دا اسمع توسي توسي على قربه أقول قفت مسلم كاب صلوا كما رأيتم يصلي ويقيم الصلاة صلاة دين أوجان مها وحكنا لما أمر ويتو الزكاة الزكاة ديبان والزكاة دي بحيان والسيان عدي من ندوي كلمة اللي آتا ويؤتوي معنى أي سيان الزكاة الزكاة أي سيان أي سيان يا تذكر مستحقين ته دائما وحي سيلها أي وقو أنت سكجر يا اللي كلمة آتا وأعطى معنى هيد لما مفبر بيقاتا سكالالي يا ويؤتو ما شتكو أرت أما وآتا والزكاة زكني أي سيان أي سينيان مفعول كله بدو بعية عدي من نر أي سيان ساسوي
marka waxay dhaheen culimmadu iyadoo salaada in la ogaa ay diinta ay ka mid tahay, zakadii in la bixiyaana ay diinta ay ka mid tahay, oo diintaasi ilaahay subxaanahu watacaala ay u gooni yeelaan manaa u ikhlaas yeelayaan ay soo gelayso, maxaa gooni lagu soo bixiyey? Waa lilahamiya, horaan usoo marnay marka. Waa maxay marka? Waa shay khaas ah oo lagu cadfayo shay caam ah. Hadda salaadaasi iyo zakaduba diintii hoose hoos gelaya, laakiin waxaa gooni lagu soo saaray waa xaafidu cala salawaati wasalaati alwusta oo kale wey, man kaana caduwan lilaahi wamalaa'ikati warasuuli wajibriil wamikaal, jibriil iyo mikaal malaa'igta ka mid yihiin. Waxaa gooni lagu soo bixinayaa waa lilahamiya wey, si gooniha far waaweyn lagu qoriyo dan baa laga leeyay. Marka si gooni u fiirsid ood hoos xoogaa ka xariiqdid oo xoogaa aad meeshaas ahmiyad khaas ku asiisiisid, waa haddana baa laga rabaa. Wadaalika midka isaga ah oo sifaadkaasoo dhan lasoo sheegay in lala yimaado ahi diinulqayimati, diintii toosneed waa diintii wili toosnaanta badneed. Waxay dhahay culimmadu diin iyo alqayima idaafada laysu idaafeeyey min idaafatu shay'i ilaa sifatihi wey, waa shay loo idaafeeyey sifadiisi. Wa asalku waa maxay? Wadaalika midkaa lasoo sheegay oo ilaahay keli in la caabudo, loo khaalis yeelo, xunafa la noqdo, salaadii la ogo, zakada la bixiyo, midkaa lasoo sheegayo addiinu diinkii weeye alqayimatu ee toosnaa. Waxay dhahay alqayimatu waxa ta'da loogu darayo ya laba macnay qaadan kartaa baa layidhi, in addiinu milladii milla, waxay dhahay baa addiin walmilla, marna qaarkood waxay yidhahaan waa isku mid, qaarna waxay yidhahaan maya, almilla iyo diinka mid meel laga fiirsay. Marka daacada xaggeeda iyo qofku inuu u hoggaansamana waa addiin wey. Marka in la qoray oo wax qoran oo ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagalay uu xifdiyey almilla wey, waxa ilaahay subxaanahu watacaala dadku inay dhegaystaan oo cana meersadaan oo waxa weeyaan loo meeriyo waa milla. Cala kulli xaal, haddii laga fiirsa marka macnaha kale xambaarsan tahay, wadaalika kaasi addiinu oday kar waa milladii alqayimatu ee toosnaanta badneed, waa diintii toosnaanta badneed. Haddana af soomaaliga diinku waa noo muannaf, laakiin carabiga hada diin baad leedahay. Marki lam kun ina diina cinda allahi alislaam in muxuu ahaa waman yabtaqi lisan diina xara meel hada ay soo gashay ishi maaha. Calaa kulli waa maxay diinku marka? Waa maxay? Waa nin ana waa mudakkar aragliyada ana waa lab. Marka la macnaynayo anaga maogta luuq carabiya sidii u leedahay lab iyo dhadig baan anaguna u leenahay. Hadda sariir ana agteen naag bay ka tahay, qoraxdu naag bay ka tahay, dayuxu nin buu ka yahay, guri agteen nin buu ka yahay, masalan faynuus naag buu ka yahay anaga. Marka waa maxay? Calaa kulli xaal waa sidoo kale wey diinta islaamka anaga diintu agteenna waxay ka tahay muannaf lab dhadiga ka tahay. Laakiin luuq carabiya waa ka muxuu ahaa naartu, yaa naartu marka leeyahay naar leeyahay anaga waxaan ka nahay baagtana ka tahay dagaalku agtida waa ka nin, carabtana waa ka naag. Xataa tadac alxarbu awsaaraha haawi awsaarahu lama dhihin. Marka in la yidhaa marka alqayimatu addiin baa almil lagu fasiraya, wadaalika midkaa lasoo sheegana addiin diinulqayimat ee addiinu diintii weeye alqayimatu ee toosnaanta bane, ama la yidhaahdo ta'da tan waxaa loogu darayo lilmubaalaqati walmadx baa la yidhahda. Hadda waxa rajulun daaciya, rajulun daacin meeshaad ilahed, ama rajulu daaci addaaciya alleda ta'daas ku jirtaa naag maa ti haweenta ma ah. Ee waxaa la yidhahdaa waa min siiqi lmubaalaqa alcallaama alle alcallaama cilmiga badnaa ta'da ku jirtaa ma ahan ta'dii naagta ma ahan, waa ta'da lmubaalaqa lmubaalaqa. Marka shay ismu faacil la rabo in lagu sii xeer dheerada ta'daas lagu soo darayaa nin baana laga sifaynaya. Ta'daas marka ti haweenka mahe, ta'dii mubaalaqada iyo ti ku xeel dheeraanta rabo waxba la sii weyneynaya. Marka wadaalika diinulqayimat addiinu diinti walqayimat ee toosnaanta badneed wey, diinulqayimat diintii toosnaanta badneed taasa ah wey. Qofki marka rabo inuu diin toosan waa ku socdaa uu yiraahdo ha lagaa arko marka sifaadkaas wey marka lasoo sheego wey. Kadib ilaahay subxaanahu watacaala marka wuxuu leeyahay kii raaci lahaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo kii beeni lahaayowba ogow marka arrintan iyada, ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo min ahli lkitaabi kitaabka ehelkiisa ka mid aha oo ahlukitaabka ah oo yahuudiya nasaara ah iyo walmushrikiina kuwa mushrikiinta ah
ويا كسو هرق أو حوي أسنام تعابدي أهي كوا يجا أهي كوا قالوا كواسه في نار جهنم جهنم النار تلي راه هذا بيكسو نانا يان أدي جهنم تفسير أبها ويس معرف الشيء دين علم ما فهمت لكن جهنم هذا ما عسك شهر ونقضي في نار جهنم نار تجهنم اللي راه نار تابي كل حسو حسو كسو نانا يان خالدين أيقوا أكو كواري وكنا جاني فيها دحين كنا كواري أولئك كوا أيجا أهي أو إلهي كو قالوا بو من أهل الكتاب والمشركين أهي هم أيجا أم باه شر البرية مخلوقات كإله هو أبوري كو شرط بضن أيجا هو البرية وهي المخلوق الخليقة وفعيل معنى مفعول وي إلهي سبحانه وتعالى مخلوقات كو أبوري كو شرط بضن اسألوا حاجة تهدى أنا الحوق وهلين وقتين كبار وقال لماذا أن أهل كتابك وهم مشركين أن مشركين ترون مشركين بحال الله كرسارة يعني إلا أن يهودنا وهم مشركين نصارنا مشركين كوا أسكرنا مشركين بأهي أدانا وحارك إساء كوا أهل كتاب كوا أسنا مشركين بالي حي سيوت محي تمرك سيوت أرت كوني مشركين محاو دليله محاو دليله هذا أن مركلين لقد كفر الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قد كان مسيح كل شيء النبي عيسى عليه السلام إلهي يعني هو مشرك لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وعيسى نحيله هو إله مريم هو يديس هو إله إلهي هو إله سدح إله بكل شيء متكستن هو ثالث ثلاثة إلى وحي كل شيء في سورة التوبة أن وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله كثر بذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم لأن يفكون صار بحور اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا يعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون حين أمرك علماته أيضو هدانا نما كان نفس الكوز الشرك والدعان هدانا وحي رهدان لبادة الشرك بحوغة إسخرافسا كوا الشرك قوض وحي بهم إلهي حكو عبري سبحانه عما يشركون كوا لكن المشركون بالغ عبري هو اسم فاعلة مركو حي رهدان كوا يشركون وفعل مضارع حين كوا الشرك قوض مرمر بكف ديها كوا الشرك قوض وكوا الشرك قوض مرمر بيسمين يعني انت بدن السنب ولا يا بابا كون اهل الكتاب كاه انت بدن ان يسكن عبا ولا يا بابا لكن مر بي سمينيا لكن كون مشركون اسم فاعلك لا عبريو والثبوت والدوام كان الحدوث والتجدد بالي هذا فعلك فعلك مضارع تاس مر كو مد طلبات ان علماء اصل كو حوي لمن كاس ايغو ايغو هدان الشرك قاركود كو دعيو اني ددك كل نوغا سوكيا إلهي بها كتاب كيسا كل شيء يقول هدنا الشركة كل عين كواس الشركة كل عين هدنا الله بدأ يقول حتى قابل ولم عاملي إلهي سبحانه وتعالى الله بقى يبقى كردك كوانا وحالي لهوين كوذا مقور سكرتا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك قابل لا سكمسكين تاهو الضوان تاهو وحالي قادون تجرجتنا ومسلمات دابا كان خير بضان كبر مشرك هذا حبك عجب قرسان للي حبك إن قرسان حرام كاتاب لكن فيري هو من أهل الكتاب كأهي إليه حليه هيو والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن هوين كمركة محصنات كأهي وعفيفات كأهي أو دور سن وأهل الكتاب كأين تقول سكر تال الشيء والمشركات كأين مقول سكر حدرت عفيفة كتاهاتو فيري هذا ما أنت هذا الجو شيخنا الشيخ البلا يرحمه ورد حلو تاقي هذا أنا وحلو أركب ما يولي ما أنت ذا الجو إن صار ذاس يقولون كأي إن القرصة إن بنان تأركب ما يبلو شيخ صوت حلو يهي شرط يجي الوحر القرصة أي ماشى اللي جوه هو محي والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب المكت والمحصنات وين عفيفات هين قبل الله دور سنة هين وين ما أنت نضت كاسي لجوجا نصارى ما أنت يا أقوى حي سمينيا فسقي فسادك الغب باللابي المهم مركي دشان إلى أي مركي كوي نادان نلش أو كمين نقضي
oo gabadhu inay fisbi sameeyso ninku fisbi sameeyay caadi ay tahay oo maanta soo wadada mar hadda su'aasha weydiisay inuu ku sa haddan soo sameeyo ku jiray caadi u tahay xulee sheekhu fisbiga noocaasoo kale ahid maadaama ku shuroobeenu maanta arki maynin in la guursado taa mas'ala kale waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood laga helo weli kuwa cafiifaad ah laga helo suurtagal ah laakiin mar kastaba qofka muslimka ah waxaa laga hormariyey walmuminaat walmuxsanaat min almuminaat laga hormariyey war hadda berito gabadha taa meel geyn doonto ilmahaaga ma taqaan ilmuhuna waxa weeye oo meesha keliya had ugu xisaabtanka ugu weyn ku xisaabtami doontid wey marka ilmahaaga inaad kasii taxadartid adna waa laga raba ugu marka qofka muslimka ismaalkiisa waa diintiisa ilmihiisana tarbiyiisa isaga laga raba ugu berito ilmaha kan meeshay aadayaan hadda inuu usii meel dayo baa islaam ka horta kugu sii boorinaya gabadha muslimada xaq la wey guurka horta marka kuwaan ilahay mrku walmuxsanaatu min almuminaat haweenka cafiifaadka ee muslimaadka inaad guursata ma idiin bannaa inanoo banaanta wal ogaada meesha maxaa loogu sheegay ayaga kaga marka hore kuleh wey ayaga kow ah wey marka hore ayaga la guursada wey kadib markaasi haddii kuwaasi kuwa cafaad aad ka heshid allah ku gaarsiyo lakin kuwaana kow ahba islaamka isku sii baraya walmuxsanaatu min almuminaat qof aan ogeyn baa jirta gabadha muslimada inaad guursatid ku banaanta maxaa meesha lagu sheegaya waxaa loogu sheegaya ogow qof yahow gabadha muslimada marka hore kuw xaqa iskale wey marka intaad meel kale aada maantana maantan hadde fisq iyo fasaad iyo berito ilmahaaga adugu inaad amaamalaha dusha saari doontid ugu waxay fasaada ka yimaada dushana saari doontid ugu marka cala kulli xaal waa niman shirki ku dhacay haddana laakiin ahlu kitaab baa gooni loo yidhaahdaa sida ilaahay subxaana wa tacaala gooni ugu soo saaray shirkigoodana noo sheegay haddana macaamil gooni inala macaamilno baa ilahayna faraya ina aladiina kafaruu gaaloobay oo min ahli kitaab ahlu kitaab kamid ahaa iyo walmushrikiina mushrikiinta kamid ahaa ama mushrikiinta ahlu kitaabka ah dheh fii naari jahannama jahannama naarta la yidhaahdo naartaasi ku sugnaanayaan bay ku sugnaanayaan bay dhexdooda ahaanayaan dhexdeeda khaalidiina iyagoo ku waaraya fiiha naarta dhexdeeda ulaa'ika kuwa iyaga ahi hum iyaga unba sharu lbariyati khalaa'iqda ilahay kuugu sharta badan iyaga ah ina shara addawaabi cinda allah assumu lbukmu aladiina laa yacqiluun kuwa ilahay agtiis ugu sharta badani waa kuwaas dhegala aanta xaq ka dhegala oo xaqa ka indhala oo laa yacqiluuna waxa caqlayin xaqa an caqlayni wey ina shara addawaabi cinda allahi aladiina kafaruu fahum laa yu'minuun marka shara dawaab xayawaananka caadiga ahi wuxuu ilahay ugu talagalay ayay sameynayaan wey wa in min shayin la yusabbixu bixamdihi walakin laa tafqahuuna tasbiixahu midka shaqadiisa wataa ilahay u abuuro subxaanahu wa tacaala wey marka xayawaankaas lo'daas iyo geelaas iyo ancaamtaas asaa ka lunsan wey ilahay markuu yidhi ulaa'ika kal ancaam xoolihii kale wey kasaa rabbi yidhi bal waa laga noqda wey bal hum adal wey ayagaa ka lumitaan badan wey ayagaa ka lumitaan badan wey waulaakum alghaafiluun am taxsabu anna aktharahum yasmacuuna aw yacqiluun in hum ilaa kal ancaami bal hum adalu sabiila suurata furqaan saas baydin ahayd waay suuraddan waxay suurat muxuu ahaa suurat acraaf tii hore waay ina aladiina ku marka waxaa culimmadu humtatan ku jirtaahi hum khayru lbariyati hum sharu lbariyati waxaa la yidhaahdaa waa mid ka dhihi jireen waa damiiru faslin waxaana u ku tusinaya lilxasri ayuu ku tusinayaa kuwaasi unba ah cid kale maba jirtaba oo shart ayaga unba ah wey kuugu sharta badan waxa ilahay abuuray ulaa'ika kuwa ayaga ah hum ayaga unba ah wey sharu lbariyati makhluuqaadka ilahay khaliiqada ilahay wax abuuray kuugu sharta badan wey ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyeen oo waxa allah waxay iimaan ku ansaxan la yimaadeen oo wacamiluu sameeyeen alsaalixaati alacmaal alsaalixaat acmaashii walwanaagsaneed sameeyeen ulaa'ika kuwaasina hum ayaga unba ah khayru lbariyati beriyada oo makhluuqaadka ilahay wax abuuray kuwa ugu khayrka badan ayaga ah wey jazaa'uhum kuwaasi abaalkood oo cinda rabbihim rabbigood agtiisa abaal ugu ah abaalmarin ugu ahya jaza ugu ahi jannaatu cadlin waaye oo jannaatu cadlin waaye fiir marka ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyeen oo camilu saalixaat acmaasha saalixaatka iimaankay kamid tahay baa naga niri laakiin waxa loo soo bixiyey waa mid haddaan sheegano kale wey ilahamiya wey in camal saalixa loo baahan yahay oo camalkaasi bannaanku waxa qalbiga ku jiro ayuu turjuyaa turjumadii iyo waxa weeyaan tarjamadii waxa ku jira qalbiga waxaa tarjamadiis noqonaya bannaanka waxaad samaysa wey haddaad wax fuxuun samaysidna
قلبك شرك بحدود حتى وح في عسى ميسنا قلبك خير كب بحاول حبنت يذا هذا هدي وناك سناتنا بنان كل وناك سناني هدي بده كحماتنا بنان كل حمار يتيبا كآخر منك برنا كوف يعني بركة عملك صالح إيمان كمديه لكن وح يقول لو وصل بحنا ياهل الأهمية إن الذين آمنوا رميين وإيمان كل جهل أو عملوا الصميين الصالحات عماش وناك سناميين أولئك هو يجاه هم يجاهم خير البرية برية يحرم مخلوقات إلى وح أبوري يجاكو خير كبذنوا جزاؤهم كواس أبال كود إلى عند ربي ربي أكتيس وأباله وجزه عند ربي ربي أكتيس جزاؤه إيه جنات عدن جنات عدن نجاشه جنات كيسو بير جنات لو نجادو هذا الجنات كوا بيرو بير بيدو وين صلح قلي قصور وحلال وحرم مركات سجلي مرك الجنات كوحين نقض مرك وحلا سليق أذكر مسلمين تاهي يا إلهي الرمي يعمل صالح اللي يمد أبا المرك ما يشو هانتون تقيامة ويقول الدونة أو صفات كان سو صعود أن هرتا سئل حتى وعنا إشار صعوته وكوة الجنات اللي لهذا جزاؤهم جزهود عند ربهم ربي أكتو ربي أكتيس جزاؤه إيه جنات عدن نقاشه جندي سواي هو حنا عدن وحنا نقاش لو بحنا يعني قفكم ما ننتاس يا أخي ماشي وفعنات بنتدقي بهذا نحلي هاي كجوري ميسد علماء الحين غير كل حي هذا وحكروا ماشي لا يقعدنا يا بصير علماء ما شاء الله تلا بالله مركي ليه لا يبغون عنها حولا وحيقول ليه قف كست ماشي إلهي وكسي جنده إيه وكدقي أيو رال يا نسقية ما الكلام مسعية ما بربي ماشي سائل قلبي يسخش راح يابا هل كاسون يكون نجانية ما الكلام وجورنا قرشها بكسو إلهي بس سبحانه هكذا على سيني سي هذا هو تمرك الشاب متكا ككر وأرقي وصان وحاويا تمات وحاويا وصدها يا ليتن سؤال ما أنت سوى الله لو خوف لم بقف لك قاضية مروق لم بقف لك قاضية لا خوف عليه أو حري وحصوص عضنا كعب سمايان ولا هم يحزنون واحتجنا كمرق مايان إلهي مرك حسمين يا سبحانه وتعالى قلب يسوع كوش رحيا ماشي ودقني هاي وحكفي عن إنه سمى جهاد حتى هدو كاف عن أرقينا إنه صنع عقدت كغبي فإلى قلب قيس كل شرحية جنات عدن إلى ما أذكر سبحانه وتعالى يا هدي ما شاس عقدة تيل هذا وحوي يا هدنا لما تدعي لها لكن عقدة نبى بالغادي ونزعنا ما في صدور من غل من غل نبى وحلال عقدة بالغادي يا أهي أنت إله كوك تلقى لي أكسينا إلى سبحانه وتعالى رالي بتكون غني سمان التاس على كل جنات كغفك جلاب ما لون هكيه لي قف كاستان الناس يسدوي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وقف النار لقف وجي والجنة لقلي ما شو يربها هل الدجية اللي قف كاستان اللي بان قف كاستان فإذا إله نقدر كواس جنات فردوس لعل بفضل وكرم وقولي سبحانه وتعالى مع حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جنات عدن نقاشه جندي سبي إليها أكتيس أبالك كله الأويه جنات كاسو تجري أي سعونيسو من تحتها يد هوستي ذو حس عني الأنهار وبيال باس عني هذو بيال كاس والنبي نوشى عليه الصلاة والسلام والمحنة تحت قصورها لكن شرد ما جيد هم كل الشيء وبيقول هالطرب هالس كم مرة كراح حديث تحيه النبي نوشى عليه الصلاة والسلام وبياش ما لنتاس إيمان ضوناه ما هو بيال قد لمعه نقول كان سمن أيه وبياش أسكس عنيا نقول كسمن أو بيجيهم ملبة في أنهار من ماء غير آسين وأنهار من لبن لم يتغذى وأنهار من خمر لم يخره يا لذة للشارب وأنهار من عسل مصفى مركوها محي وبياشا سكلنا نوعه قد ملأ يكسو عليا طنان كان كريس عايا فقاسا قفها طوضنا حق اللي حنيا طوضنا اللي يقول كان سيحصا يمسورك ومسورك وبيه يا مركو حق ماشدن وكحسنا يا أمركو سينا سو وبياشا اسمرك النوع عسى أصعنا يا وماشا لحص عضاه وحوي قفك إله سبحانه وتعالى لذذ ينحرست يخيرك ونقرب إلى الضوانك من غضونك تاوح خالدين حاله كواريا فيها جنات كالحديدة أبدا ولقد كواريا كون نار كواريا كون الجنة كواريا رضي الله عنهم والله حكو ختم معاك فيها كلمتنا فيريا ورضوان من الله أكبر
قال لها شهر بين حق السنة كوين بقى. يا ورضوان من الله أكبر. يا قال لها شهر ربي باب وحك السبب كوين بقى. مركا قفك إله ربي رالي كان نغضو إلمان تي وحا إنكم بشارين إياه إنا رالي كان نغضو ولي يعني لا أسخط عليكم ولي إذن عرون ماي ولي ينضنب إذن عرون الله سبحانه وتعالى ما أنتي رالي بأن كان نغضو. يا ورضوان من الله أكبر وحا إذن ما شاء الله أي وهم إلهي سبحانه وتعالى قرر يقوه رب سبحانه وتعالى كل راح يستأرق يستأرقى إلهي سبحانه وتعالى إنه لي مركة ما أنت وحا إذن هرتي وحا إذن بلن قاعد ونسيني ما أنت كاسر ربيو ما وحا نوب دمم باجربة وحا كاستوان هاي سنابة محابر نوها ربا ميادا وجياد يا عبدين ألم تبيض وجوهنا ميادا جنات النقل ميادا نعمين كان السين جنات وأنهار وقصور ومحوها هاي الشيء محوها وحور العين حمحار قمغا كاسو رب لي وحايدين كم بقى مركه كان انا ما تسكين تسيو ود عرفتان بركا صار سبحانه وتعالى حجاب اسكفيديا وضفت المسلمين تاركيا سيده قرحدا سان ضي حاس افريت والله سال لو اركو او ولي بقى ان ليسكو عريريني وريغو يغو ورك ماشي توس يغو ورك اسدهين يا وكا 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 ان ليسوزيني ضي حاس افريت والله سي لو وجهد او قف كاس او جهد وقف قف عديده يسجلونه فإنه اللي أركيا أركت أسر الطريق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى مخلوقها كل أرض رب سبحانه وتعالى سير رب ذاتني وخلاف سنته مخلوق يسا باو حلال وحل وشيغان وخلاف سيهين مخلوق وحيس مالك قفكو هسكر راح يستبع اسكفا كيس إلهي ذاتني يسو إيا ذي ذاتني بس أكتب ابن آدن وامي وحلال وحل إلهي لقو صفايانا إيا صفات كأسمعك مركا وركا هالكا كسب يشرب حا وقت سغالي صاب فرم إلهي هذه السؤال ما يوم ما صفات كريسنا هي هذه كل سؤال كريس صفات كعبنا وركون كسب بيشو تمر كمل حاب منك يبغى كين زاو مرك إلهي ما هاد سكر قف إلهي الدون وكهن ويا هذا الكلام معانا سكت الجنة هو سكت سهل لنا وقف كسر وقف حتى الربادية هذا نقطة عجوزة ده برت عجوزة ده هذا وياك الربادي كوريو وان علمي أنا لهين هذا الكلام فاهم كريا إلهي صفات كل مصد فيها إنكر ماي أم حرع هذا إلهي ما ساري مركون إلى مدها كو حتى انا اسوي لمده هين صفاتك المصفيان انا قال منها صفاتك اله هو السميع انا السميع بنا وليس السميع كالسميع لا بد السميع اشخاص من هو الهي وصفات